انا مش عارف ابتدي معاك من فين، بس احنا كان في كلام كده يعني كنا بنتكلم فيه قبل ما نرجع مره ثانيه على الهوا، وقلنا ان اللي اخفقنا فيه حتى هذه اللحظه للاسف الشديد اكتر بكتير من اللي اتحقق. تعقيبك ايه على الكلام ده؟ هو يمكن لحد دلوقتي في 7 لعبات خلاص مصر انهت مشاركتها فيها في الاولمبياد من 23 لعبه، يمكن لسه عندنا العاب كتير لسه هننافس فيها. طبعا النتائج مش كل النتائج كانت كويسه، يعني في نتائج كانت كويسه وفي نتائج مش كويسه. يمكن تنس الطاوله كان اكبر انجاز، هو عمر عصر طبعا نجم النادي الاهلي سابقا، هو خد خامس اولمبياد طوكيو في الفردي والتاسع في الزوجي المختلط، ده انجاز كبير جدا وكسب مصنفين عالميين وابطال اولمبياد، فده كان يعني حاجه كبيره جدا ان هو اول مصري واول عربي وافريقي في التاريخ يوصل الدور الثمانيه، وده كان انجاز كبير جدا، فدي حاجه كويسه جدا في الاولمبياد. يمكن كمان عندنا في لعبه السلاح عندنا منتخب سلاح السيف وصل ان هو خد المركز الخامس في الاولمبياد، ده برده انجاز تاريخي عمره ما اتحقق في تاريخ مصر، ده برده حاجه كبيره جدا. عندنا برده بطلنا علاء ابو القاسم، هو صاحب فضيه اولمبياد لندن 2012، قدر ياخد المركز السادس في الاولمبياد، لولا الاصابه كان ممكن ينافس على ميداليه، فدي برده حاجه من الحاجات اللي ممكن نتكلم عليها، حاجات مشرفه حاجات كويسه. حلو، انجاز هو مش هنختلف على ان ده انجاز، واكيد كمان يعتبر يعني قاعده انطلاق لحاجات جايه بعد كده احسن، بس احنا ليه واصلين لمرحله ان احنا شايفين انه قمه الانجاز ان احنا نحقق مركز خامس تاني؟ هو مستوى متقدم وحاجه غير مسبوقه وشيء محترم وبنهني اللي حققوا المراكز دي، بس احنا عايزين نوصل بلعبتنا بفرقنا الرياضيه المختلفه ان احنا نبقى قاعدين بنقش ميداليات زي ما بيحصل مع اليابان ومع امريكا ومع كندا ومع استراليا، يعني ايه الفرق اللي بيننا وبين الناس دي؟ لا اكيد الفرق بيننا وبين الناس بره في اوروبا او في العالم عامه، الناس دي عندها تخطيط بقالهم سنين، الناس دي عندها الميداليه الاولمبيه دي يعني حاجه مقدسه بالنسبه لهم، الناس بتشتغل على طول مش بس تشتغل قبل الاولمبياد او قبلها باربع سنين. طب هي ليه مش مقدسه كمان بالنسبه لنا؟ احنا عندنا تخطيط، عندنا كل حاجه، يعني بنشتغل بقالنا فتره، ويمكن في الاولمبياد دايما بيبقى فيه اعداد 4 سنين لكل بطل في كل لعبه، بيبقى فيه يعني اعداد كويس وكل حاجه، بس برضو المستوى او الليفل بتاعنا في الاحتكاك او حتى لاعبتنا هنا في مصر او العقليه شويه برضو مش برضو زي امريكا مثلا او زي الصين او زي اليابان، اللي هم ما شاء الله يعني في الاولمبياد دايما بينافسوا بعض في زي ما احنا شايفين دلوقتي، الصين الاول صحيح. اليابان الثاني، الصين الاول العكس يعني، وامريكا الثالث مكتسحه مثلا في السباحه، كله ذهب ذهب ذهب، فيعني اعتقد ان الناس دي واصلين ليفل عالي جدا في الرياضه، احنا لسه ما وصلناهوش، بس اعتقد ان احنا عندنا ابطال في كل الالعاب. يمكن متاهلين دلوقتي اكبر بعثه في تاريخ مصر في اولمبياد طوكيو، اكبر بعثه في تاريخ مشاركات مصر، وده اللي علّى سقف الطموح عندنا احنا. بالظبط، يمكن هو ده فعلا اكتر بعثه في تاريخ مصر، يمكن 23 لعبه اولمبيه، اكتر من 137 لاعب ولاعبه في العاب كتيره جدا. يمكن عندنا كمان منتخبين او 3 منتخبات جماعيين، اللي هم منتخب الكوره ومنتخب اليد، وعندنا السباحه التوقيعيه.